السلام عليكم يا شيف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان غاطو اللي على شكل اون بوش اللي سميتو بوش سانت اونوري اللي فيه 4 ديال لي زيتاب، فيه ان بيسكوي براونيز، باتا شو، اون كريم موسلين براليني و اون موس شوكولا. دونك اول حاجه غادي نبداو بها في هذا لو غاطو ديالنا هي هو لو بيسكوي براونيز اللي غنحتاجو فيه البيض اونتي، سكر سومول، لا فارين، شوكولا نوار 72 اقبال، لو بور فوندو، دي نوازيت و دي زاموند كونكاسي. حنا بدلنا البراونيز بلي نوار، بدلناه بالنوازيت و لي زاموند كونكاسي. دونك اول حاجه غادي نديرو غادي نخدمو البيض مع السكر مزيان. نخدموهم شويه وغادي ناخذوا لو بور فوندو والشوكولا غادي نخلطوهم. دونك تيذوبو مزيان ويتخلطو مزيان انصومبل لي ماتير كاملين. ناخذ اون باسين كبيره نديرو هنا لو بور و الشوكولا دو 72 اقبال، نزيدوهم على البيض و السكر اللي خدمناهم انصومبل. نزيدو لافارين و نزيدو اللي قلنا لي زاموند و لي نوازيت كونكاس. صافي لو بيسكوي ديالنا واجد براونيز. غناخدو اون بلاك بفليكسي بون ديالها ونايطاليو وندخلو للفور درجة الحرارة 200 درجة لمدة 12 دقيقة. دونك ناخدو اون بلاك على هاد الشكل هذا بفليكسي بون ديالنا ونايطاليه، نخليه غليظ شوية على حساب لا فورم اللي باغي أنايا. دونك نخلي على هذا الشكل هذا وندخلوا للفران قلنا درجه الحراره 200 درجه مده 12 دقيقه وندوزوا للمرحله الثانيه ديالنا اللي هي لاباتاشو. دونك المرحله الثانيه ديالنا في لابيش سانت اونوري هي لاباتاشو اللي غادي نحتاجوا فيها الحليب، لافارين، شويه ديال الملحه، الزبده، البيض اونتي والسكر. دونك غادي نصيبوا لاباتاشو ديالنا. غادي نديروا الحليب والسكر والزبده ونديرو ليبيليسيون. اون فوا غيغلاو تعطينا اون ليبيليسيون الاولى غنزيدو لافارين ابخي نعجنوها نخلطوها مزيان حتى تنشف لينا لاباط ونلوحوها في الباتور ونخدموها ونبداو نزيدو البيض شويه بشويه. دونك اون فوا كتعطينا ليبيليسيون بحال هكا كنزيدو لافارين مع الملحه اون ميم طون، كنزيدوها دقه وحده وتنخدموها. نخلطوا لو ميلونج كامل ديالنا فوق البوطه حتى كتنشف لينا لاباط، حتى كتبان لينا بحال هكا كتحيد تبدا تقلع من لاكاسرول ما كتلصقش فيها. نشفوها شويه سي بون، نديروها هنايا تبرد، خليوها تبرد وغنبداو نزيدو البيض شويه بشويه. دونك ملي كتبان لنا بدات كتبرد شويه غنبداو نزيدو البيض وحده بوحده، ماشي كلشي في دقه وحده، فكتبدا عندها كتجمع عاوتاني لاباط عاوتاني كنزيدو وحده وكنشوفو فيها ميزيو على حساب لافارين لو تيب ديال لافارين اللي خدامين به. كاين لافارين اللي كيشرب دغيا، كاين لافارين اللي ما كيشربش دغيا، دونك على حساب لا روسيت اللي عندنا نقدرو بعض المرات نزيدو البيض نقدرو بعض المرات نقصو، حنا كنشوفو لا تيكستور اللي خاصنا. دونك بحال هنا استعملنا لا كونتيتي كامله ديال البيض ديالنا ونشوف لا تيكستور ديالي الا كانت هي هذيك نحبس، ما كانتش مازال خاصها نقدر نزيد البيض. دونك نشوف دابا لاباط ديالي كيفاش دايره. دونك هكا كنعرفوا بان لاباط مزيانه ملي كتكون واقفه على العجينه ما مطلوقاش بزاف وما واقفاش بزاف. دونك سي بون نقدروا نخدموا بها. دونك ناخذ مول نعمر لابوش ديالي بلاباط اشو، نديرهم في المول وندخلهم السيرجا اللي قصاحو وعاد نطيبهم قاصحين. كناخذو مول ديال دوميسفير بحال هكا تدخل نعرفو بان لي شو غيجونا في لا ميم طاي ماشي بحال دريسيناهم باليد.
دونك نعمرو لي دومي سفير قلنا. صافي وندخلهم للسيرجي اللي قطعوا ومن بعد ندخلهم للفران يطيبوا بدرجة الحرارة 170 مدة 18 إلى 20 دقيقة على حسب لو فور ديالنا وندوزوا للمرحلة الثالثة اللي هي لاكريم موسلين بقالينة. دونك المرحلة الثالثة ديالنا في لابيوش سانت أونوغي هي لاكريم موسلين اللي غنحتاجوا فيها الحليب، صفر ديال البيض، لا بودغا كريم، بقالينة نوازيت إكفيل والزبدة ولاماج جيلاتين. دونك غنديروا أون كريم باتيسيير بالحليب ولافاني، الحليب ديجا مع لافاني هنايا. دونك قلنا غنديروا ليبوليسيون ديال الحليب ولافاني، غنخدموا صفر البيض مع لا بودغا كريم. دونك اون فوا غادي يغلى الحليب غادي نخويو على صفر البيض ولا بودغا كريم ونعاودو نرجعوه ونحركو. صافي اون فوا غتجمع لينا لا كريم غادي نزيدو البقالينين نوازيت اكفيل ونزيد لاماج جيلاتين وغادي نخدمها في باطو حتى تبرد مزيان ونزيد الزبده. دونك نخدموها مزيان حتى تبرد لينا لاماج وغادي نزيدو الزبده ولا كريم موسلين ديالنا واجد. دونك ملي كتبرد لينا لاماج لا كريم باتيسيير بقاليني كنزيدو الزبده دونك ملي زدنا الزبده خليناها تخدم مزيان ولا كريم موسلين ديالنا واجده. دابا هذا هو الشكل النهائي ديالها. غنخليوها دو كوتي ونريزيرفوها بور المونتاج وندوزو للمرحله الاخيره اللي هي لامون شوكولا نوار. دونك المرحله الرابعه ديالنا هي لامون شوكولا نوار اللي غنحتاجو فيها ثلاثه ديال لي زانغريديون، الحليب لو شوكولا نوار 72 اكبال ولا كريم. غادي نصايبو اون كاناش بالحليب والشوكولا دونك نديرو ليبوليسيون ديال الحليب هو على الشوكولا اون اتوندون غنمونطيو لا كريم. هاد لاموس فيها ثلاثة ديال ليزانكغيديون كيما كتشوفو في لي روسيت كاملين اللي درنا بليزيور سوغ دو موس على حسب كل كاطو شنو فيه وكيفاش لا بريباراسيون ديالو. كل خطرة كتشوفو معنا اون موس في شكل. دونك هادي اباز كاناش شفنا اباز لاباطا بوم شفنا بلا كريم اونغليز شفنا بزاف ديال الانواع ديال لي موس كل حاجه وكيفاش كتكون لا تيكستور ديالها وكيفاش كيكون المذاق ديالها. دونك الحليب غلا غادي نخويو على الشوكولا نوار 72 قبل ونحركو بشويه بشويه ما ندخلوش لها لير بزاف لا كاناش. دونك لا كاناش ديالي واجده لا كريم تقريبا مونطي نخليها تبرد شويه لا كاناش عاد مونطي نخلط معها لا كريم باش ما طيحش ليا لا موس وغادي نعمرو لو مول اللي غنخدمو فيه. ناخذ من باسين كبيره دونك ناخذ قلنا من باسين كبيره ندير فيها لا كاناش باش تبرد لا كريم ديالي وجدات. خلي لا كاناش شويه حتى هي تبرد دونك لا كاناش ديالي بارده ناخذ لا كريم نبدا في لو ميلونج. دونك لاموس ديالي واجده لاموس شوكولا كما كتشوفوا لي تيكستور ديال لي موس كلها وحده كيفاش كتكون
لا تيكستور لا موس اباز دو غاناش كتكون بحال هكا شاده فراسها ديال لاباطابوم كتكون ما بين وبين ديال لا كريم اونغليز كتكون مطلوقه وكل وحده ولا تيكستور ديالها والمذاق ديالها وتف بلو كو عاوتاني كيفاش بشحال كتقام عليك دونك لا كاينه اللي اباز دو كريم اونغليز كيت لو كو ديالها بيان سور كيكون طالع حيت كيكون فيه الحليب ولا كريم بزاف ديال لا غاناش كتكون شويه ناقصه ديال لاباطابوم حتى هي شويه ناقصه في الثمن انا صيبت امول ديالي سبيسيال صيبته بلي فوي رودويد بحال هكا قاصحين درتو شتو فورم دو تيوب هو اللي غادي يخدم فيه لو غاطو ديالي ناخذ اون بوش ونعمر هاد لو تيوب هذا دونك ناخذ لو تيوب ديالي وانا خدام وكنطبوطي باش لاموس تشد بلاصتها دونك هادو كيبقاو دي زيدي على حسب كل واحد شنو باغي يدير وكندخلو للسيرج ديالي قصح وندوزو للمونتاج ديال لو غاطو ديالي دونك لي زيتاب ديالنا تقريبا كاملين واجدين لو بيسكوي براونيز هو هذا قطعنا على هذا الشكل لي شو ديالنا واجدين عمرناهم بلا كريم موسلين بقالين اللي صيبنا دونك غادي نغلاصي البراونيز البيسكوي براونيز بان غلاصاج غورمون اللي وجدناه شوكولا اولي و لي زاموند كونكاسي ولي نوازيت كونكاسي دونك بسم الله على بركه الله لامو الشوكولا اللي صايبناها هي هذه ديمولينها غادي نبلفيريزيها بلا صوص بيستولي اللي قلنا صوص شوكولا نوار فيها لو بور دو كاكاو و الشوكولا نوار اكبر 55 دونك كتعطينا داك ليفي ديال ليفي فوبوا دونك كناخذو لي شو اللي صايبناهم بلا كريم موسلين كنحطوهم بحال هكا دونك كيبقى لي ليدي ديال لا ديكوراسيون كتبقى ليبر كل واحد ولا ديكوراسيون ديالو ناخذو شويه ديال لا كريم موسلين اللي صايبنا ناخذو لا ديكوراسيون شوكولا ديالنا الشكل النهائي ديالنا ديال لابيستان تونوغي هو هذا نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه